عادت حناجر سائقي مركبات النقل العام تصدح بأسماء أحياء الموصل بعد سنوات على صمتها وسط مشاهد الخراب والدمار. أرادت الحكومة المحلية إعادتهم إلى جراج باب الطوب بهدف إعادة الحياة، ولكن ما حدث كان عكس ذلك. الكوستر يجي مال ذاك الجانب ما ينزل بالساحة، يروح ينزل يم الحرية هناك، وانت تركض ورا النفر اللي هناك ما زال هاي. لو ضالين عجلة بسوق النبي أحسن لنا، نقضي بسرعة بسوق النبي ونفوت نحمله، هذا ما قام شي من شغلنا. سائقو المركبات لم يلتزموا بالقوانين والفوضى تعم هذا المكان، أما المواطن فقد بات مضطرا لدفع تكاليف نقل أكثر وينتظر لساعات من أجل الوصول إلى مبتغاه. فهذا الجراج يحتاج إلى التنظيم بالإضافة إلى فرض الرقابة على الطرق بحسب ما يقوله أصحاب المركبات. والله أنا أصدق بس لو يرجعون جوار الدولة حتى أصير حركة هنا، وماكو حركة، يعني واقفين التيكلة موجودة وضحك عليه، حتى بشر ماكو، واكو سريته ما يحملون يطلعون بوجههم على من الأيمن يحمل على اليسار، وما حد يحاسبهم لا حساب ولا كتاب. اكو ناس عاد تنزل، هاي احنا مواقفين الساعه باب الطوب صار لنا ساعتين ثلاثه لسه ما مشتغلين بعد الدينار. كان فيما مضى هذا المكان قلب الموصل الذي تمتد شرايينه الى احياء المدينه بجانبيها الايمن والايسر، ولكن لم تكن كان الا لشيء يشير الى ماض، ولم تكن ليت هذا المكان يعود الا للتمني. وما بينهما قرارات الحكومة المحلية وأرزاق أصحاب المركبات ومعاناة المواطن. والله خجلنا من السلطان حاليا ما كنا نضطر هنا وهنا شوي رجعت الحركة، والله تمني في الحركة هي راجعة هنا، يعني هيك بعد كل سيارات ما صار بعد ما رجعوا هنا سيارات كنت نرجعوا كنت ما يرجع ما قبلتهم. شو رزقكم كان بهاي المناطق؟ والله كان كله رزقنا بهاي المنطقة، كان باب الطوب هذا ما تلك مكان يعني مسبينه. يقول أصحاب المركبات بأن الوضع سيبقى على حاله، وستبقى حناجرهم تنادي بأسماء المناطق تارة، وبحقهم في العيش والبحث عن الرزق تارة أخرى. قرارات فرضت لكن دون رقابة، والنتيجة هذه الفوضى. كانت الحكومة تريد إعادة الحياة إلى قلب الموصل النابض الذي تقطعت شرايينه إبان الحرب على الإرهاب، ولكن النتيجة عادت الحياة بصورة مختلفة. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.